من مصر سائل يقول: يا شيخ، هل تأثم الفتاة أو الفتى إذا قرر عدم الزواج؟ نعم، يأثم إذا كان عليه خوف من الفتنة، فإنه يجب عليه الزواج لأجل لا يقع في الفتنة. أما إذا كان لا يخاف على نفسه من الفتنة فالزواج في حقه مستحب. إذا كان عنده شهوة لكن لا يخشى على نفسه من الفتنة فهو الزواج في حقه مستحب، ولكن لا أحد يأمن من الفتنة. فعلى كل حال الزواج ما دام يستطيع فإنه يتزوج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم، أحسن الله إليكم.